لازم تلحق على الموسم الأول من إكس ديفايند، لعبة التصويب الرائعة من يوبي سوفت دخلت في الموسم الأول لها. لو ما جربت اللعبة إلى الآن خليني أقول لك ليش لازم تلعبها مع أخوياك في أقرب وقت ممكن. بس في البداية خليني أعطيك نبذة سريعة عن اللعبة لو ما تعرفها. لعبة إكس ديفايند هي لعبة تصويب مجانية بالكامل من يوبي سوفت، موجودة على بلايستيشن 5 والإكس بوكس سيريس وعلى البي سي عن طريق تطبيق يوبي سوفت كونكت. اللعبة سريعة جدا وممتعة وتشبه كول أوف ديوتي، وفيها فصائل متنوعة وكل فصيلة عندها مهارات مختلفة. الرخصة الموسمية للموسم الأول تتكون من 90 مستوى من المكافآت والجوائز، واللي فيها سكنات جديدة للأسلحة والشخصيات واحتفاليات الفوز. وفي ثلاث أسلحة جديدة كليا في هذا الموسم، واللي هي بندقية القناص L115 والرشاش LVOA-C وشوتغان قصير. حصلت اللعبة على طور جديد هو طور الاستيلاء على العلم Capture the Flag. لازم تروح فيه على منطقة الخصم وتسرق العلم وترجع لمنطقتك وتدافع عن العلم اللي عندك. وأيضا حصلت اللعبة على خريطة جديدة رهيبة اسمها كلوب هاوس، فيها معارك داخلية ومعارك خارجية مفتوحة، وبيجيها خريطتين زيادة بعد اللي هم دايتونا وروكفيلا. اللعبة أيضا حصلت على فصيلة جديدة اسمها GSK من لعبة رينبو 6. الفصيلة هذه تكتيكية واستراتيجية أكثر من الفصائل اللي راحت، وشخصيتها عندها خوذة تخليك تتحمل رصاصتين من السنايبر قبل ما تخسر. وقدراتها أيضا فيها نظام دفاعي يصد المتفجرات اللي يرموها عليك الأعداء، أو أسلاك كهربية تصعق فيه الأعداء. والمهارة القصوى عندها هي مهارة الدرع الضوئي، واللي يسمح لك تستخدم سلاحك الجانبي. ومن أهم مزايا الموسم الأول أنه أخيرا أضاف اللعب التصنيفي، واللي منافساتها تكون 4-4 مو 6-6 زي اللعب الغير التصنيفي. وفي 7 مستويات تقدر توصلها، وكل واحدة لها مكافأة مميزة: برونزي، فضي، ذهبي، ياقوتي، زمردي، وألماسي، أسطوري. وش تنتظر؟ الموسم مستمر حتى 12 سبتمبر، تقدر تلحق على نفسك من الحين وتستمتع بواحدة من أفضل ألعاب التصويب الجديدة، خصوصا أنها مجانية بالكامل. شاركني تجربتك مع اللعبة في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. يعطيكم العافية المتابعة، ومع السلامة.